أمامير الحلوين بعد ما استمعنا إلى الأنشود الحلوة بدي أستذكر أنا وياكم الأعداد. ما هذا العدد؟ ما هذا العدد؟ صفر، أحسنتم. وهذا العدد؟ واحد، أبطال. وهذا العدد؟ اثنان، أحسنتم. وهذا العدد؟ ثلاثة، أحسنتم. وهذا العدد؟ أربعة، أحسنتم. وهذا العدد؟ خمسة، أحسنتم. وهذا العدد؟ ستة، أحسنتم. وهذا العدد؟ سبعة، أحسنتم. كمان مرة، ما هذا العدد؟ سبعة، أحسنتم. وهذا العدد؟ ثمانية، أحسنتم. وهذا العدد؟ تسعة، أحسنتم. وهذا العدد؟ عشرة، أحسنتم. بارك الله فيكم يا حبايبي الحلوين. حكينا إن شاء الله اليوم رح نتعرف على العدد سبعة، ورح نتعرف على طريقة كتابته، ورح نتعرف على العدد السابق للعدد سبعة والعدد التالي. طيب يا حبايبي الحلوين، خلينا نبدأ سوا أنا وياكم بالعدد سبعة. قبل ما نبدأ خلينا نشوف مع بعض العدد سبعة، نشوفه سوا. شايفينه مع بعض؟ أحسنتم. ما اسم هذا العدد؟ سبعة، أحسنتم. ما اسم هذا العدد؟ سبعة، أحسنتم. كمان مرة، ما اسم هذا العدد؟ سبعة، أحسنتم. شايفين كيف شكله؟ أحسنتم يا حبايبي الحلوين. طيب شو يعني سبعة يا مس؟ يعني عندي سبع أشياء، بده يكون سبع شغلات لما نعدها بده يطلع معانا العدد سبعة. خلينا نعد أنا وياكم هدول الطابات يلا مع بعض. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، أحسنتم. كم عددهم؟ سبعة، أحسنتم. بارك الله فيكم. كم عددهم؟ سبعة، أحسنتم، ممتازين. طيب خليني أنا وياكم نعد المكعبات مع بعض يلا. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، أحسنتم. كم عدد المكعبات عنا؟ سبعة، أحسنتم. كم عدد المكعبات؟ سبعة، أحسنتم. بارك الله فيكم. طيب كمان خلينا نعد هون سوا الأقلام. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، أحسنتم. كم قلم عندي؟ سبعة، أحسنتم. نرد نعدهم مع بعض. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، أحسنتم. بارك الله فيكم. خلينا نعد أنا وياكم آخر مرة الأعواد مع بعض. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، أحسنتم. بارك الله فيكم. طيب يا مس، بدنا نسألك كيف إحنا بدنا نكتب العدد سبعة؟ انتبهوا لعندي، كيف بدنا نكتب العدد سبعة؟ يلا كل عينه لعنا وننتبه، احكي بسم الله. نبدأ بكتابة العدد سبعة. عندي هون النقطة، تمام؟ بدنا نمشي شوية صغيرة، خط مستقيم، وبعدين ننزل خط مايل للسطر. كمان مرة، هون عندي النقطة، هاي النقطة، بدنا نمشي خط مستقيم،
بعدين ننزل خط مايل للسطر. احسنتم. كمان مرة. هون عند النقطة بدي امشي خط مستقيم بعدين انزل خط مائل للسطر. احسنتم. كمان مرة. هون عند النقطة بدي امشي خط مستقيم وانزل خط مائل للسطر. احسنتم. بارك الله فيكم يا حبايبي الحلوين. عرفنا كيف بدنا نكتب العدد 7. احسنتم ممتازين. طيب يا مس، حكينا بدنا نعرف العدد اللي قبل العدد 7. حكينا العدد اللي قبل العدد 7 العدد 6 اللي بسبقه السابق شو اسمه؟ العدد السابق شو اسمه؟ العدد السابق. احسنتم. شو اسمه؟ العدد السابق. العدد السابق للعدد 7 هو العدد 6. طيب يا ميس، والعدد التالي شو يعني التالي؟ حكينا العدد اللي بده يجي بعده. العدد اللي بده يجي بعده، خلينا نشوف مع بعض. هون عندي العدد 7، شايفينه؟ هاي عندي العدد 7. طيب يا ميس، شو بده يجي بعده؟ بعده بده يجي يعني العدد التالي اللي وراه. شو يا ميس العدد اللي وراه؟ عنا بحكي 7، شو وراها؟ 8. أحسنتم. هاي 8. إن شاء الله الحصة القادمة نتعرف على العدد 8 أكتر، ونتعرف على طريقة كتابته. أحسنتم. طيب يا ميس، حكينا العدد السابق. ما هو العدد السابق للعدد 7؟ يلا خلينا نحط كلياتنا على ايدنا 7. نحط 7. هاي عندي العدد 7، شايفينه؟ طيب شو العدد السابق؟ حكينا اللي بدي اعرف السابق بدي اخبي اصبع. قديش بضل عندي؟ 1 2 3 4 5 6. اذا العدد السابق لا العدد 7 هو العدد 6. العدد 6. إذا السابق حكينا العدد 6. خليني نكتبه. أحسنتم. طيب يا حبايبي الحلوين، إذا حكينا العدد التالي هو اللي بيجي بعده، اللي بيجي وراه. أما السابق هو اللي بيجي قبله، بسبقه وبيجي قبله. أحسنتم. طيب يا حبايبي الحلوين، خلينا نشوف شو الأعداد اللي بدنا نجمعهم مع بعض ويعطوني العدد 7. يعطوني العدد 7. يلا خلينا نشوف مع بعض. أول إشي عندي 6 + 1 = حكينا هون عندنا إشارة زائد اللي هي الجمع، وهون اللي يساوي. أبطال ممتازين. طيب عندي 6 + 1، مين أكبر؟ حكينا الستة. أحسنتم. حكينا الكبير وين بدنا نحطه؟ براسنا. أحسنتم، لأنه كبير. حكينا راسنا أكبر من إيدنا، صح؟ إذا الكبير بدنا نحطه براسنا، الستة براسنا والواحد على إيدنا. 6 + 1 بحكي 6 وكمل عد 6 7 6 7. إذا عندي 6 + 1 = 7. أحسنتم ممتازين. طيب يا أمير، نأخذ كمان مثال. عندي 5 + 2 = 5 + 2، مين الأكبر، الخمسة ولا الاثنين؟ الخمسة. أحسنتم، الخمسة أكبر. وين نحط الكبير؟ براسنا. والاثنين وين نحطها؟ على إيدنا. يلا ونكمل عد 5 6 7. 5 6 7. أحسنتم. طيب يا ميس، أعطينا كمان مثال. ماشي. عندي 4 + 3 = يلا المسحة كتلنا بدنا نشوف مين أكبر، الأربعة ولا التلات؟ الأربعة. أحسنتم، الأربعة لأنه كبير وين نحطه؟ براسنا. أبطال. والتلات لأنه صغير وين نحطه؟ على أصابعنا. يلا بحكي
أربعة براسي والثلاث على إيدي. نكمل عد. أربعة خمسة ستة سبعة. أربعة خمسة ستة سبعة. أحسنتم أبطال ممتازين. طيب نحط كمان مثال عندي. سبعة زائد صفر، حكينا الصفر يعني ولا إشي. عندي سبعة زائد ولا إشي، شو بده يضل عندي؟ العدد مثل ما هو، أي عدد بدي أجمعه بصفر بده يضل عندي العدد مثل ما هو. ماشي يا حلوين؟ طيب بحكي، يلا نحلها سوا. بحكي مين أكبر، السبعة ولا الصفر؟ السبعة. أحسنتم. طيب السبعة بدي أحطها بعقلي والصفر على إيدي. بحكي سبعة زائد ولا إشي، ما عندي ولا أصبع، شو بدها تضل؟ سبعة. إذن سبعة زائد ولا إشي شو بده يضل عندي؟ سبعة. أحسنتم. طيب يا أمير الحلوين، بهيك بنكون انتهينا من العدد سبعة، وبدنا نفتح كتابنا على العدد سبعة ونحل ونحل يا حبايبي الحلوين صفحة 30 وصفحة 31. ماشي حبايبي الحلوين، أتمنى إنها تكون عجبتكم الحصة، وشكرا كتير لإلكم، ويعطيكم ألف عافية يا رب.